مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبه صحيه وكتير كتير بسيطه وطيبه لرمضان، مغذيه بنفس الوقت. تتحضر عنا هيدي الوجبه باقل من نص ساعه. بسم الله، بهيدا الشكل. واو، وجبة كتير كتير رائعة وطيبة، بتجنن بتعقد. بتعملوها بتضيفوها بالطبق اليومي لرمضان بهيدا الشكل الحلو والرائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، عنا البطاطا قشرتها وغسلتها وقطعتها مربعات صغيرة بهيدا الشكل. هلأ بدي اقليها انا وياكم بالزيت الحامي. بسم الله، بس نقلت عنا البطاطا هلا بشيلها بحطها بالصينية. بقلي البطاطا الباقية عنا وبرجع بكفي انا وياكم. بعد ما قليت البطاطا جهزنا بصلة حجم وسط، حبتين ثوم صغار، جزر، ذرة، علبتين طونة، ملعقة طعام ملاني شراب، ملعقة طعام بهار البطاطا، وممكن تستبدلوا بهار البطاطا ببابريكا إذا ما متوفر عندكم، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، بقدونس، فليفلة حلوة، وحبتين بندورة. بحط البصل بالطنجرة، موجود عنا بالطنجرة حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي. بدي أقلي البصل والثوم. بس قلت البصلة وصارت بهيدا الشكل، هلأ بحط فوقها الجزر. بنحط الذرة والجزر. ثلاث ارباع الكوب مي، بنحط البندورة والبقدونس والفليفلة الحلوة، بضيف كمان البهارات الشراب الفلفل الأسود. الملح كمان ضفنا الملح، هلا بخلطهم مع بعض. بغطي الطنجرة وبتركن لتستوي عنا الخضرة. بس استوت عندي الخضرة وصارت بهيدا الشكل، هلا بضيف الطونة. بنحركهم مع بعض. منطفي الغاز. حط الخليط اللي عملته أنا وياكم على البطاطات. بعد ما حطينا الخلطة أنا وياكم، هلأ عنا هوني جبنة مازوريلا وتشادر، برشهم على الوجه. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى فقط. بدنا ندوب بس تدويب الجبنة. هيدي الوجبة ممكن تعملوها إضافة برمضان للأطباق اللي بتعملوها برمضان، ممكن تضيفوا هيدي الوجبة المغذية وكتير طيبة. عن جد بنصحكم تجربوا هيدي الوجبة، ما بتاخد مننا وقت كتير، بتاخد حوالي نص ساعة وأقل.
ممكن تعملوها كمان، بتقدروا بتعملوها إذا عندكم بطاطا بيتي فيكن تعملوا فيها هيدي الوجبة. برش على الوجه شوية حبق بيزل، يعطي نكهة كتير رائعة. هلأ بدخلها بالفرن. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم بعد ما طلعت من الفرن. إن شاء الله كل رمضان وإنتوا سالمين. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.